أهلا بكم مشاهدينا للتعليق على حادث اختفاء الطائرة المصرية اليوم التي كانت في رحلة من باريس إلى القاهرة. ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسلنا باسل يسري. باسل، بداية، ما هي آخر المعطيات المتوفرة بخصوص حادث الطائرة المصرية؟ نعم عبد الله، صباح الخير. يعني اول حاجه ابدا بيها اجتماع مجلس الامن القومي المصري برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو بكامل هيئته وتشكيله الان في مقر رئاسه الجمهوريه في مصر الجديده. طبعا بتصدر اعماله هو الموقف اللي بيخص الطائره المصريه. تصريحات كثيره جدا، هناك تصريح من وزير الطيران المدني وانه يعني لا داعي لاستباق الاحداث اعلاميا تحديدا، لانه يعني جاري العمل على مؤتمر الصحفي في الواحده والنصف بتوقيت القاهره، يعني اي بعد حوالي ساعتين من الان. لكن التصريحات الامنيه بتشير الى نطاق البحث عن الطائره المفقوده في مياه البحر الابيض المتوسط كبير جدا، الامر اللي هو يعني قد يجعل عمليات البحث والانقاذ من جانب القوات البحريه المصريه وعناصر القوات ايضا اللي شاركتها اليونانيه قد يعني يستمر لساعات. التصريحات الرسمية يعني الفعلية صدرت من جانب القوات المسلحة عبد الله، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن الطائرة المفقودة يتم الآن البحث، يعني تم الدفع بقطع بحرية مخصصة لهذا الشأن لأعمال الإنقاذ والإغاثة تحديدا، وبالتعاون مع دولة اليونان. من حوالي 10 دقائق أعلنت السفارة اليونانية هنا في القاهرة في بيان ليها بانه المركز اليوناني الموحد لتنسيق عمليات البحث والانقاذ اللي هو مقره في ميناء بيري بيتولى ايضا المهمه، وانه حظر الطيران تماما في منطقه تمتد ل 40 ميل، اخر منطقه صدرت منها اشاره من الطائره المصريه كانت بتوقيت الساعه الثانيه والربع في توقيت جرينتش. ايضا الجانب الفرنسي اعلن انه يعني استعداد بلاده لوضع امكانياته العسكريه تحت تصرف السلطات المصريه للمشاركه في البحث. اذا عمليات البحث الان تجري على مسافات يمكن ربما تمتد لاكثر من 130 ميل للبحث عن يعني لا اريد ان استبق الاحداث، ولكن يعني الواقع يقول انها يعني حتى 9 ساعات ونصف من الان لم تظهر على شاشات الرادار، فربما يعني يتم البحث الان عن طبعا باسل. يعني لحد الان تبقى يعني الاسباب مجهوله، اذا فرضنا يعني ان الطائره ربما يعني سقطت في البحر او تحطمت. رئيس الحكومه الفرنسيه اليوم في تعليقه لم يستبعد اي فرضيه، ايضا رئيس الوزراء المصري يقول بانه لا يمكن استبعاد ان يكون الارهاب وراء اختفاء الطائره، كل احتمالات محتمله برايك. نعم عبد الله، هذا صحيح. يعني المهندس شريف اسماعيل قال هذه التصريحات انه لا يستبعد وجود عمليه ارهابيه، ولكن هو دعا جميع اجهزه الدوله للوقوف على اسباب اختفاء الطائره، لم يقل سقوط الطائره ولكن قال اختفاء هذه الطائره. لكن التحليلات تشير الى انه كان الطيار على ارتفاع 37,000 قدم، وهو ارتفاع كبير جدا. اذا الطيار كان لديه وقت كافي على اقل تقدير، يعني من 37 الى 40 دقيقة هو وقت كافي جدا للتحدث مع سواء السلطات المصرية أو اليونانية. كون الطائرة فقدت على شاشات الرادار نحو 9 ساعات من الآن كما ذكرت، وأن القوات المسلحة على 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 لسان العميد محمد سمير المتحدث باسمها عبر صفحتها على الفيسبوك قال أن القوات المسلحة لم تتلقى أي نداء استغاثة، فهذا قد يشير إلى أنه حدث شيء مفاجئ داخل الطائرة أدى إلى سقوطها بشكل حالة دون التواصل مع أي نقطة أرضية. إذا يعني ربما يكون هذا عملا إرهابي، ربما يعني حتى إذا توقفت أحد محركات الطائرة وهو في الجو، إذا هو لديه فرصة للتحدث مع السلطات أو تنبيههم أو على الأقل تقدير إرسال إشارة استغاثة لأقرب نقطة. استمرار نعم استمرار لكلامك باسل، أيضا يعني ربما من المؤشرات التي تشير إلى ربما وقوع شيء يعني مفاجئ، منظمة سلامة البلاحة الجوية تقول بأن يعني اليوم الطقس لم يكن سيء وقت اختفاء الطائرة المصرية، يعني ما تعليقك؟ يعني لا أتصور ذلك. هذا الأمر يعني يرجع بنا القول إلى حادث الطائرة الماليزية التي فقدت قبل ذلك، هذا الأمر يمكن الرجوع به إلى حادث الطائرة الروسية مع الأسف التي سقطت فوق الأراضي المصرية وكان الناتج عنها عمل إرهابي أيضا. يعني تعلم أن هناك تقارب كبير جدا بين الدولة المصرية والدولة الفرنسية والدولة المصرية والدولة الروسية أيضا،
تعاون في كافة المجالات، زيارات متبادلة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفرانسوا أولاند سواء إلى القاهرة أو إلى باريس، ربما يكون هناك يعني نوع من ضرب إلى العلاقات، ولكن إذا حدث ذلك سيشير إلى أن الجانب الفرنسي هو المسؤول عن ذلك نظرا لعدم حمايته للطائرة طائرة مصر للطيران المقلعة من شارل دوغول إلى مطار القاهرة الدولي. وهذا يعزو بنا الآن إلى أن فرنسا هي قد أعلنت حالة الطوارئ وتمد الآن حالة الطوارئ. إذن مطارات أوروبا إذا حدث فيها مثل هذا العمل الإرهابي ربما يشير إلى دلالات أخرى، ربما يشير إلى اضطرابات سياسية داخل الشارع الفرنسي أيضا مثلما ما حدث معنا هنا في مصر فور سقوط الطائرة الروسية. إذن كل الاحتمالات واردة سواء إذا كان عمل إرهابي سواء إذا توترت العلاقات السياسية، كل هذا وارد، ولكن هذا يعني يسبق الأحداث. ربما يعني نسمع في المؤتمر الصحفي لوزير الطيران المدني بعد حوالي ساعتين من الآن معلومات قد تشير إلى سقوط الطائرة، قد تشير إلى وعدم إسقاطها، يعني أقصد سقوطها بسبب خلل فني في محركاتها. يعني واضح تريد استباق الأحداث واضح الآن. يعني باسل، كيف يعني علقت مختلف الأوساط في مصر على حادث الطائرة، وكيف يعني ترى ازدياد الحوادث المرتبطة بقطاع الطيران في مصر علما بأن حادث اليوم أيضا له جانب مرتبط بالسلطات الفرنسية؟ الأمر مقلق وخطير. عبد الله فقط يعني هناك شيء يعني بعيدا عن هذا السؤال ولكن هو لافت للانتباه، هو صدور بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية منذ حوالي 20 دقيقة من الآن، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قد تلقى اتصالا من نظيره في فرنسا أعرف فيه عن خالص التعازي في حادث طائرة مصر للطيران. وقدم أيضا وزير الخارجية المصري بدوره العزاء والمواساة للوزير الفرنسي، وهو ما يستبق المؤتمر الصحفي لوزير الطيران المدني. يعني أتصور أن يعني في الأوساط نتحدث عن إسقاط للطائرة، نتحدث عن متوفين، بالتالي أكيد ربما يكون هناك استياء. لم تصدر أي بيانات رسمية سواء عن الأحزاب أو سواء عن النواب، كلها فقط يعني تصريحات رسمية كما ذكرت للمتحدث باسم القوات المسلحة، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اجتماع للرئيس المصري مع مجلس الأمن القومي وليس مجلس الأمن الوطني، هو مجلس الأمن القومي. وبالتالي أتصور أن هذه التصريحات في هذه الساعة الآن ربما الأحزاب ربما الأوساط يعني تترقب المؤتمر الصحفي، ولكن بعد هذا التصريح الذي صدر عن وزارة الخارجية نحن نتحدث عن أمر الواقع، هو إسقاط الطائرة وهناك وجود دقائق. يعني إسقاط الطائرة أو سقوط الطائرة، يعني الأمر مختلف. ما يعني نعم هذا ما حاولت أن أوضحه. إذا حدث إذا كانت الطائرة على ارتفاع 37 ألف قدم وأنه لم تتلقى قوات المسلحة، أيضا الجانب اليوناني لم يتلقى أي نداء استغاثة. الآن المعلومات ترد من اليونان بأن ربما يكون هناك قبطان لسفينة شاهد لهيب للنار يسقط من السماء، وهو الآن يعني يتم التحقيق معه في هذه المعلومات. إذن هذا إسقاط، ولكن إذا حدث سقوط للطائرة عن طريق مثلا عطل للمحركات فكان هناك وقت كافي جدا للطيار لإبلاغ السلطات. وقد اتصلت بأحد الطيارين وأكد لي أن حوادث الطائرات تقع دائما في حالة الإقلاع أو في حالة الهبوط، يعني أكثر من نسبة 90% من أداء المحركات السيء يكون في الإقلاع أو في الهبوط، ولكن على ارتفاع 37 ألف قدم وبعد أن قطع كل هذه المسافة إذن ربما يكون هناك حادث إرهابي، وهذا الذي لم يستبعده رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. الساعة المقبلة يعني ستبين لنا أكثر الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث. باسل يسري، الآن ما هي التداعيات السلبية لهذا الحادث اليوم خصوصا على قطاع يعني السياحة في مصر؟ كيف سيضر هذا الحادث بقطاع أيضا طيران في مصر؟ هذا القطاع فعلا يعني يعاني من مشاكل كبيرة أو يمر بأسوأ أزمة له. يعني أتصور عبد الله أنه نعم قطاع السياحة يتأثر بهذا بشكل ليس بالشكل السلبي الكبير الذي يروج له البعض. هو يعاني من مشاكل، ولكن يعاني من مشاكل من فكرة ترويج السياحة
سواء كانت سياحه شاطئيه ام سياحه اثريه ام سياحه مؤتمرات ام سياحه منظمات ام سياحه للمسارات، ولكن فكره اسقاط طائره او سقوط طائره لمصر للطيران قادمه من باريس كان على متنها 66 راكب، لا اتصور انه سيؤثر بشكل كبير على السياحه، لكن ربما يؤثر على سوق المال والاقتصاد في البورصه لهذه الجلسه في ختام هذه الجلسه اليوم الخميس. لكن قطاع السياحه كتعاقدات ما بين الشركات المصريه، نحن نستهدف السياحه الروسيه والسياحه الاوكرانيه بشكل في المرتبه الاولى، اتصور انه لن يؤثر بشكل كبير على الحجوزات في مناطق منتجعات شرم الشيخ او البحر الاحمر. يعني نتحدث عن حادث اليوم مع ما تمر به البلاد خصوصا على مستوى يعني السياسي، ربما له تاثير يعني سلبي على السياحة المصرية، واليوم الأرقام تتحدث عن نفسها، يعني أعداد السياح الوافدين على مصر في تناقص مستمر. ربما هذا اختلف بعد سقوط الطائرة الروسية فوق الأراضي المصرية، ولكن في يعني على سبيل المثال كان هناك معرض لسوق السياحه والسفر العربي في مدينه في اماره دبي في الامارات العربيه المتحده، انعقد في الشهر المنصرم، وكان هناك تصريحات كبيره لوزير الطيران وزير السياحه يتحدث فيها عن عوده كبيره للسائحين، يتحدث فيها عن ارقام بالبلايين تستهدفها مصر، 15 مليون سائح في العام 2017 العام القادم. أتصور أن مثل هذه الحوادث إذا تكررت لا قدر الله بعد ذلك هي التي ستؤثر على سوق السياحة والسفر إلى مصر، لكن الحجوزات التي تتعاقد معها الشركات الخاصة مع الشركات الأوروبية أو يعني تحديدا الروسية، وتحديدا خصوصا ويجب الإشارة إلى أن برلين قد أعلنت عن عودة السياحة أو عودة الحقائب ونقل الحقائب من مطار برلين إلى مطار شرم الشيخ كان الأسبوع المنصرم. يعني أتصور أنك تستهدف هنا في مصر تنويع لمصادر السياحة بعيدا عن الروسية والأوكرانية التي هي أساسا للمنتجعات، تتحدث عن سياحة من كازاخستان بدأت أن تأتي بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحدث إلى سياحة من اليابان ربما تأتي إلى محافظتي الأقصر وأسوان للسياحة الأثرية، فهذا ربما لن يتأثر ولم يتأثر بحادث الطائرة الروسية، لكن ربما بعد ذلك إذا تأثر إذا ازدادت هذه الحوادث الإرهابية ليس فقط هنا في مصر، ربما يعني تستهدف طائرات أخرى، هذا سيؤثر بشكل عام على السياحة على مستوى العالم وليس فقط في مصر. نعم، باسل يسري مراسل ميدان تي في القاهرة، شكرا جزيلا لك.